ميسي جمالي بوشرة، زيدة في 1970، كنت خدامة في ليبيا. مع داك الحرب اللي وقع، مشيت في 2011 شهر جوج، مع داك الحرب اللي وقع، هي هاديك كنت خدامة عند ناس عاديين. سوقعت لي الواقعة، سقطعت لي رجيلة، جيت سقطعت لي في ليبيا. ضربونا بحال هكا بقنبولة، هي هاديك مشات لي رجيلة. صافي من تما ما عقلتش على راسي، تلقيت راسي في المطار هنايا. هما اللي جابوني، الناس اللي كنت عندهم جابوني لهنا المطار، هزوني من هنا بالمطار، من المطار هزوني. سيد خدام تما، كاينه الناس ديال المطار، المهم هما اللي استقبلونا وداكشي بالحلوى وباتاي وداكشي. قلنا غيتكلف بكم سيدنا وغنديروا لكم حقكم وداكشي. هزوني اداوني السبيطار المريفي، نعست تما، كاينه بقيت نعسه تما كاينه في السبيطار المريفي. ولكن السيد اللي جابني ما بقاش بقى وحال تما. نعاودش لك بقيت شحال وانا كنداوي تما كاينه، ويديروا ليا الترويد. راه نعس سمعت شي 4 شهور تما كاين. وديك الساعه بعدا كاينه اصلا طلع الوليد، بقينا كنبكيو على الكولونيل حيت قال لنا تخلصوا، قال لنا ضروري تخلصوا الرجل. قال لي لا راه كاين، واه كاين السيده فين كانت وهادي. قال لي واخا انا غنتعاون معها. داروا لي رجيله تما كاينه، لا ما بقاتش خدامه ليا، ولات كتدبرني، ولات كتدبرني وكتطيحني، حيت اللحم ضعاف ليا، ما كنقدرش نلبسها، كلشي حالتي مدبوره. دابا اللي كنطلب من الناس المحسنين يتعاونوا معايا على الرجيله، ولقمه العيش باش نعيش انا والوالده. الوالده عندي فيها الضيقه، انا اللي كنت اصلا اللي كنت خدامه عليها، كاينه الدري خويا والوالد مجوج على الوالده، انا اللي كنت هزه، كنت كندير داكشي ديال الخياطه. لو انا كنت غنعرف هذا الشيء غادي يوقع ليا، ما كنتش انا غنمشي لتما، ولو يقولوا لي معناتها شنو غادي نعطيوك. مشيت القضاء وصافي، السيده جاتني قالت لي ها كاين راه البنات كيمشيو هذيك. قلت لها واخا صافي وتوكلت على الله. النداء ديالي هي قلت لك بغيت غير رجيله ولقمه العيش باش نعيش انا والوالده. تيديموا الامانه امانه، والله يجازيكم بخير، والله يجعل لكم في الجنه، والله يجعل لكم في الميزان المقبول عند الله. اللي دار لي رجيله انا بغيتها لي نور، بغيتها لي نور وصحه، بغيت عمره ما يخيب وعمره ما يتخس. هادشي اللي كنطلب.